بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اليوم نتحدث عن صحابي جليل، عن علم من أعلام هذا الدين العظيم، عن سيد من السادات. هذا العلم اسمه أسيد بن حضير. أسيد بن حضير أنصاري كريم من بني الأشهل، يكنى أبو يحيى. فيا أبا يحيى، أو يكنى بأبي عتيق، ولذلك كان ينادى يا أبا عتيق. كان أبوه حضير فارس الأوس ورئيسهم يوم بعاث. أسيد هذا كان من القلة التي كانت تكتب العربية، وكان يحسن السباحة والرمي. كانوا يسمون في الجاهلية من كان يحسن السباحة والرمي والكتابة، من جمع هذه الخصال كان يسمى بالكامل. يعد أسيد بن حضير من السابقين الذين دخلوا في هذا الدين العظيم، وهو أحد النقباء ليلة العقبة. كان إسلامه على يد مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ. والقصة إخوة الإيمان نعلمها من سياق هذه القصة الصغيرة. تعالوا لنرى كيف كان هذا الإسلام. سبحان الله، النتائج واحدة، الكل يدخل في دين الله، لكن لكل طريقته التي دخل فيها، لكل سببه الذي كان في اعتناق هذا الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أول سفير للمدينة هو مصعب بن عمير، هذا الفتى الذي كان مدللاً، الذي كان يعيش في حلل من الحرير، من الديباج. هذا المرفه آمن وحسن إيمانه وحسن إسلامه وتزهد، وكان أول سفير للمسلمين في المدينة المنورة. ذهب مصعب بن عمير ليعلم أهل المدينة الفقه والدين، ويعلمهم سبحان الله هذا أركان الإسلام، حقيقة الإسلام، منهج الإسلام. علم سعد بن معاذ وكان صديقا لأسيد، أراد أن يحرضه على من؟ على مصعب. فقال: انطلق إلى هذا الرجل فازجره. لماذا؟ لأنه جاء بدين جديد ما ألفه هؤلاء. فحمل أسيد حربته وذهب إلى مصعب الذي كان في ضيافة سعد أسعد بن زرارة، الذي كان هو من زعماء المدينة الذين سبقوا إلى الإسلام. عند مجلس مصعب وأسعد بن زرارة رأى أسيد جمهرة من الناس تصغي إلى ماذا؟ تصغي في اهتمام لما يحدث به مصعب، هذا السفير الذي جاء من مكة، يستمعون إليه باهتمام شديد. فإذا بأسيد بغضبه، بثورته، بحربته التي في يده، جاءهم. فقال له مصعب وقد رأى الشرر في عينيه، قال له: هل لك في أن تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره، نسكت وانتهى الموضوع. فقال أسيد: هات ما عندك.
وراح مصعب يقرأ القرآن ويشرح مبادئ هذا الدين الجديد، وبدأ قلب أسيد يرق شيئا فشيئا، وبدأ وجهه يتهلل ويشرق، فقال: ما أحسن هذا الكلام، ما أجمل هذا الكلام، كيف تصنعون إن أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقال مصعب: الأمر بسيط، تطهر بدنك وثوبك وتشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام من فوره ليستقبل هذا الدين العظيم، فاغتسل وتطهر ثم سجد لله رب العالمين معلنا إسلامه: سبحانك يا الله، إذا أردت أن تكرم عبدك أوصلت له طريق الهداية بأقصر طريق، لكن في شهر شعبان عام 20 للهجرة مات أسيد. لكن من حمل نعشه إخوة الإيمان؟ حمل نعشه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حمل نعشه فوق كتفه ودفن في البقيع. إخوة الإيمان، أي ملك حمل نعش فرد من أفراد شعبه مهما على شأنه؟ أي رئيس حمل نعش فرد من أفراد شعبه مهما على شأنه؟ لكن هذا هو الفاروق، هذا هو أمير المؤمنين عمر. سبحان الله، إخوة الإيمان، عندما ننظر إلى أسيد نذكر ولعه بكتاب الله، حبه لتلاوة هذا الكتاب العظيم، كان يتلذذ بكل حرف يقرأه لأنه يعيش مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو سعيد الخدري يقول لأسيد: اقرأ يا أسيد، فقد أوتيت مزمارا من مزاوير آل داود. فقد أوتيت ماذا؟ أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. سبحان الله، أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: جاء أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قسم طعاما، فذكر له أهل بيت من الأنصار من بني ظفر فيهم حاجة، كانوا فقراء جدا، وجل أهل ذاك البيت من النسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تركتنا يا أسيد حتى ذهب ما في أيدينا، يعني الآن جئتنا تطلب مالا لهؤلاء وزادا وطعاما لهذه الأسرة، فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لي أهل هذا البيت. يعني أنك الآن لم يبق لنا ما نعطيك، لكن إذا سمعت أن هناك طعاما جاءنا فاذكر لي ذلك البيت حتى أعطيك نصيبا من هذا الطعام تأخذه إليهم. فجاءه بعد ذلك طعام من خيبر من شعير وتمر، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاء في الناس، وقسم بين الأنصار نصيبهم فأجزل، وقسم في أهل هذا البيت فأجزل. فقال أسيد شاكرا للحبيب المصطفى فعله: جزاك الله يا نبي الله أطيب الجزاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم معشر الأنصار،
فجزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة صبر. أعفة يعني الإنسان عفيف صابر، أعفة صبر، وسترون بعدي أثرة في الأمر والقسم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا مع الحبيب المصطفى. نأخذ موقفه مع آل بكر، قصة قصيرة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء، يعني بالصحراء، ونحن داخلون إلى المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل، يعني أناخ ناقته ونزل، فبينما رسول الله في حجري راقد أقبل أبي فلكزني لكزة، ثم قال: حبست الناس؟ ثم إن رسول الله استيقظ وحضرت الصبح، يعني صار وقت صلاة الصبح، فالتمس الماء فلم يجد، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخر الآية. قال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة. إذن قصة كانت سببا في نزول هذه الآية من سورة المائدة، وهي الآية رقم 6 كما أذكر إن شاء الله. أسيد ابن حضير أصبح داعية يدعو إلى الله، لماذا حسن إسلامه فرق قلبه وصفت نفسه وأصبح أقرب إلى الله؟ سبحان الله إخوة الإيمان، بمجرد أن أسلم أسيد قال لسيدنا مصعب: إن ورائي رجلا. من هو الرجل؟ تذكرون بداية هذه القصة، سعد بن معاذ. إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكم الآن. فأرسله إليهما، فأسلم سعد بن معاذ، ومن ثم أسلمت الأوس كلها. سبحان الله. وكان أسيد من الكثير من المؤمنين الذين رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعكرمة بن خالد بن العاص. هؤلاء سبحان الله كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قصة أنهي بها حديثي: في يوم السقيفة عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أعلن فريق من الأنصار وعلى رأسهم سعد بن عبادة أحقيتهم بالخلافة، وطال الحوار واحتدمت المناقشة، فكان موقف أسيد وهو زعيم أنصاري كبير فعالا في حسم هذا الموقف. ماذا قال؟ كانت كلماته كفلق الصبح في تحديد الاتجاه. انظروا إلى الأثر، انظروا إلى كيف يضحي الإنسان. وقف مخاطبا فريق الأنصار من قومه فقال: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين. هو من الأنصار إخوة الإيمان. ماذا يقول؟ أن رسول الله كان من المهاجرين، فخليفته إذن ينبغي أن تكون من المهاجرين. ولقد كنا أنصار رسول الله، وعلينا اليوم أن نكون أنصار خليفته. أي عظمة هذه! الكل يبحث عن كرسي الحكم، الكل يبحث عن منصب، وهؤلاء جاءتهم الخلافة. خلافة من؟
أحب شخصا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو بالمدينة وهم من أنصار حبيب الله، ومع ذلك يقول أولئك الذين هاجروا مع الحبيب، هؤلاء هم أحق بالخلافة عند وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد عشقوا الإسلام دينا، وعشقوا الإسلام منهجا، وعشقوا الإسلام خلقا، ما أحبوا الإسلام لوصول إلى كرسي ولا بلوغ لغاية ومادة. هل نحن من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن من أخلاق الحبيب المصطفى؟ إخوة الإسلام، لا نتحدث عن هؤلاء الصحابة لنذكر أثراً أو لنكمل حديثاً أو لنشغل حيزاً من برنامج في قناة، إنما أردنا أن نكون جيلاً أستاذه محمد صلى الله عليه وسلم وتلاميذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أجدر ممن يخلف هذا الحبيب ويخلف هؤلاء الصحابة. فكونوا معهم إخوة الإيمان، ولنكن معهم، والله لا يصلح بنا حال إلا إذا عدنا إلى ديننا وإلى سلفنا الصالح، نتأسى بالحبيب المصطفى وننهج نهجه ونتبع مسلكه وطريقته. إخوة الإيمان، لم يبق لي إلا أن أودعكم، أسأل الله أن نكون من خيرة جنده ومن خيرة تلاميذه. أستودعكم الله، وإلى لقاء قادم أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.